هذا ويجد الكثير من الأطفال فرصتهم بمركز أكاديمية العباقرة والكائن أحد فروعه وسط مدينة جيجل من أجل رفع مستواهم العلمي والفكري، فالمركز يجعله تدريجيا يختلف عن غيره بذكائه المتميز بمجموعة من العمليات الحسابية السريعة. أيمن عبد الرحيم وحمد عودي يفصلان في الموضوع. سرعة الحساب، سرعة الكتابة، التركيز، يعني صار تغيرات كبيرة. هم أطفال قد تختلف أعمارهم ومستوياتهم الدراسية، إلا أن عزيمتهم وأملهم واحد في أن يصبحوا مستقبلا من فئة العباقرة، خاصة بعدما توفر لديهم هذا الفضاء التربوي والتدريب العلمي النادي الكائن مقره وسط مدينة جيجل. تعلمت من هذه الدورة قوة التركيز، التفكير الإبداعي، قوة الخيال، سرعة الكتابة وسرعة القراءة. بغض النظر احنا واش نقولوا، هي في ذاتها وليت انا لاحظت باللي كاين تنظيم، هي مع روحها هكا منظمه مع روحها، كاين تحسين وكاين تنظيم. مركز أكاديمية العباقرة الذي جاء من أجل رفع المستوى العلمي والفكري للطفل المتمدرس وجعله تدريجيا يختلف عن غيره بذكائه المتميز، خاصة في القيام بمختلف العمليات الحسابية السريعة. بالنسبة للأطفال كاين 11 مرحلة، كل مرحلة فيها تقريبا 4 أشهر على حسب الأطفال، كاين من 9 إلى 11 مرحلة. احنا في كل 4 أشهر بعد ما يوصل إلى المستوى هذاك في ال4 أشهر عنده شهادة يتسلمها، هي نجاح، شهادة نجاح لحصول على أكثر من 75 بالمجموع 75%. تالي عملية تطوير مهارات الطفل وقدرات الطفل سواء كان بدءا من الحساب الذهني، هذا وبناء على الاستبيانات التي نقوم بها دوريا من أجل الإجابة على سؤال واحد: ما مدى تأثير هذا البرنامج على حياة الطفل وما هي النتائج المتوقعة مستقبليا؟ إذا إحنا أنتجنا طفل سليم إحنا أنتجنا بلد رائعة في المستقبل. فبعد آلة المعداد المستعمل في المرحلة الأولية من التدريب يأتي دور الإشارات بواسطة الأصابع التي يعجز حتى حامل الآلة الحاسبة عن منافستها في الحصول على نتيجة، والتي تجعل من صاحبها بمركز الأكاديمية يحلم فعلا في أن يصبح عبقري في شتى الميادين. وحول هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد العزيز عرجاني مدير أكاديمية العباقرة فرع الجزائر، وكذا الكتكوتة الصغيرة مريم سواليلي. مساء الخير مريم، ربما هي أصغر ضيفة عندي هنا في الاستوديو. شحال في عمرها مريم؟ سنة أولى. تقي سنة أولى، وشحال في عمرك؟ شحال في عمرها مريم؟ سنة أولى. سنة أولى شحال تقراي؟ شحال في عمرك؟ خمس سنوات. إذا سيد عبد العزيز عرجاني فصل، يعني فصل لنا شوية في الموضوع، كيف تم إنشاء هذا المركز التدريبي؟ مركز تدريبي مركز الاستثمار الفكري، هو مركز متخصص في التنمية البشرية من الكائن بجيجل. بعدها دخلنا برنامج الحساب الذهني الصوروبان لأكاديمية العباقرة للجزائر، لأنه وكيل باعتبار أني مدير فرع الجزائر. هنا أكاديمية العباقرة متواجدة بتونس، الجزائر والمغرب. في المغرب مركز كايزن عبد المجيد عبد المتقي هو مدير فرع المغرب. هنا في الجزائر الحمد لله أكاديمية العباقرة عندنا بما يعادل 3000 طفل راهي يتمدرس في أكاديمية العباقرة في مختلف الولايات، عندنا في سطيف، في جيجل، في الجزائر، في بومرداس، عندنا في البرج، في بسكرة، في الوادي، في ورقلة، عندنا في تمرس قريبا إن شاء الله، عندنا في الجلفة، في الأغواط. هل هناك ربما سن معين للالتحاق بهذا المركز؟ أكيد، هو في بالنسبة للطريقة الحساب الذهني، هذه طريقة الحساب الذهني هي ما نحن نقبل الأولاد ما بين 5 سنوات إلى 13 سنة، ومصنفة على حسب أعمارهم، ونقوموا بعملية تصنيفهم، ينتقل من عملية الحساب بالآلة الحاسبة أو المعداد الياباني، ومن بعدها يتطور إلى أن يقوم. ما هي الطريقة المعتمدة في الحساب الذهني عندكم؟ ربما شفنا حسب التقرير طريقة خاصة. أكيد أكيد، الطريقة إحنا هي طريقة اللي معتمدة أولاً، هي تبدأ بالمعداد. المعداد هو معداد يتعلم الطفل به عملية الحساب، لأنه يصاحب عملية النمو، لأنه في النمو الإنسان هي تواصل جسدي كمرحلة أولى، ومن بعدها تجي المرحلة الثانية هي التفسير المنطقي، لأنه من بعد الطفل يولي عنده القدرة أنه يفسر منطقياً النتائج اللي راح يشوفها مباشرة. في المرحلة الثالثة ينزع هذا المعداد هذا ينزع، من بعدها يمدي له واحدة أخرى. كيف يتم استعمال المعداد؟ عملية المعداد ممكن عندي الأباكس تيتشر، احنا عندنا المعداد في عملية الحساب. احنا في بالنسبة اليابانيين هم مقسمين على انه هذه هي لوحة صفر، هذه لوحة صفر، هذا 1 2 3 4 وهذه 5. بعد مدة يقوموا بعملية أي واحد أي خرزة هنا تصاحب هذا العمود الصفر، هنا هي تحسب في النتائج. لذلك إذا قمنا هكذا تكون نقولوا 6، إذا هكذا 7، إذا هكذا هذه أحد، هذه عشرات، مئات، آلاف، وهنا
خمسة هذه نسموهم الأبر، هذه هي خمسة، خمسون، خمسمائة، خمس آلاف، خمسون ألف. يعني الطفل كان يشوف هذا زوج نزلوا لتحت يفهم بلي راها 55. عملية الحساب اليد هذه كثرت العمليات، كثرت تنشط عملية تنشط خلايا التواصلية في الدماغ لدى الطفل، وبعد مدة يولي يقدر يتذكرها. نحيو المعداد هذا اللي يخدم به الطفل، بعد مدة يسلبوا له معداد محسوس ثاني. في العملية كل يدرب عليها يولي يحسب وهو يشاهد برك من بعيد المعداد الخيالي. يشاهد المعداد الخيالي. في المرحلة التالية هي من بعد نحيو هذا المعداد، ومن بعدها الطفل يقوم بعملية التخيل. تلقى الطفل أنك تقول له أنت النتيجة أو من كثرة استخدام المعداد أنك تطلب منه عملية ربما في الدهن تاعه يحفظه، يقدر من بعد مدة يقدر يتخيل المعداد ويقدر يقوم بعملية الإشارات، هذه الإضافة والنقصان هذه الإشارات هو يتخيل في المعداد. ربما بعد قليل نجربه مع الطفلة مريم. مريم راهي حشمانة شوية اليوم. مع مريم ماهيش حشمانة، حشمانة مريم فكيفاش حشمانة مريم؟ نجربوا طريقة حسابية صغيرة وتورينا كيفاش ديري كيما داروا الزملاء تاعك في التقرير. هيا تبعيني. لو كان قولوا اثنان اثنى عشر ناقص واحد عشرون ثلاثة وثلاثون، صحيح؟ اثنى عشر ثلاثة وثلاثون. يعني هي شفناها باللي اعتمدت على الأيدي تاعها بالضبط. لأنه إحنا في المرحلة الثالثة في عملية الخيال، لأنه يولي يعتمد على الأيدي نتاعو بيقوم بعملية الزيادة. هي قامت هنا بإثنان ومن بعدها زادت عشرون ومن بعد زادت إثنان وبعدنا هي هنا راهي تتخيل فيها، لأنه هنا المرحلة الأخيرة هي تولي تتخيل بعد كثرة ممارسة. يعني تتخيل هذاك بالضبط. والطريقة هذه فيها أشياء رائعة، لأنه الأشياء الرائعة اللي تسمح الطريقة هذه هي المنافسة بين الأطفال. إحنا في الأطفال في المجموعة تلقاهم 12، إحنا البرنامج هذا وش يسمح لهم؟ يسمح لهم تطوير التفكير الإبداعي، يسمح لهم بتطوير زيادة الثقة بالنفس، سرعة القراءة، سرعة الكتابة، وكذلك أنه 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 حتى التشاركي حتى خلت بأنه اللعبة هذه شغل شبه لعبة ممتعة. تستخدم شرق آسيا بنسبة قوية جدا. الأطفال أنا مثلا كيما ميمي ولا كاين اللي يدخل لي حشام وخجول، بعد مدة كي يدخل كي يبدأوا معنا في البرنامج كي يبدأوا نعطيهم عملية حسابية بسيطة، نعلمهم الطريقة ونمد لهم المعداد يخدم معها بطريقة حسابية بسيطة. تلقى الطفل يبادر باش يقول النتيجة لأنه يحسبها ويشاهدها. العملية كي تجيه سهلة، بعد مدة تولي تزيد ثقة بالنفس نتاعو، بعد مدة بلا ما يفيق يلقى روحه يتحرر. حتى الولد احنا كي يقول النتيجة اللي يصرخ الأول هذاك هو اللي رابح. تولي سرعة العمليات في عقله، تكون منافسات يعني بين الأطفال. يعني كما شاهدنا أنتم متفرعون عبر ولايات ربما حتى دول. نعم، حاليا هي توجد في تونس، الجزائر، المغرب، وليبيا. المفروض أن ليبيا قريبا ستكون في ليبيا كذلك أكاديمية العباقرة. نحن نطمح إلى إنشاء بطولة جزائرية للأطفال فيما يخص الحساب الذهني، وإن شاء الله هنا في الجزائر، وإن شاء الله راح تكون بطولة مغربية إن شاء الله. إن شاء الله. ما هي ربما أبرز الصعوبات التي تلقوها عند الأطفال يعني في البداية؟ الصعوبات ممكن ربما الأطفال هم مستويات، يعني كما مريم كانت التحقت بالمركز قبل ما تدخل الدراسة. قبل ما تدخل دراسة ممكن هي بالنسبة لها لأنه البرنامج ما هي شيء جديد، ربما الأعداد هي شيء جديد على الأطفال اللي يكونوا مازال ما التحقوش بالمدرسة. إحنا أول حاجة بالنسبة للأطفال اللي يكون عمرهم فيما يتراوح 5 سنوات، أول حاجة نبدأ نعلمهم الأعداد، نعلمهم الأعداد نعلمهم الأعداد، نعلمهم كيفاش يتعامل مع المجموعات، شكون الأكبر والأصغر، اللي نتعلمهم بأنه كيفاش يقدر يتعرف عليها بشكل كمي. بالنسبة للأعداد في الحالة هذه أنه كي يتعرف على الأعداد الطفل، من بعدها كي ننتقلوا لعملية الحساب، عمليات بسيطة بما يتناسب مع عمر الطفل بالضبط. هل كاين يعني مستويات خاصة للأطفال؟ أكيد أكيد، لأنه إحنا عندنا ما بين 5 سنوات إلى 6 سنوات ممكن نسموهم البخي، وعندنا من 7 سنوات حتى يعني أي طفل عادي يقدر يلتحق بالمركز، مش لازم يكون ربما عنده يعني حاجة خاصة في الرياضيات ولا إطلاقا. لا ليس ضروري بأن يكون عنده طفل أن يكون خارق باش يدخل أكاديمية العباقرة. إحنا برنامج أكاديمية العباقرة في الجزائر هو الحمد لله هو أصبح قريب من الكثير من الولايات. ليس شرط بأن يكون عبقري. إحنا الدور نتاعنا أنه تدريب، كثرة التدريب على العمليات تسمح له بأنه ينشط الحساب والمنطق التحليلي لدى الطفل. هذه من الأشياء بالإضافة إلى التفكير الإبداعي لأنه يتعود كيفاش يقدر يتخيل المعداد. هذه من الأشياء اللي يقدر يحققها البرنامج. نيا كنت تحدثت على الجانب التحليلي والإبداعي من خلال هذه الطريقة، ربما الطريقة اليابانية نستعملها في كل المجالات. أكيد أكيد، لأنه الياباني كان اللي في دول شرق آسيا أنه عملية الحساب ما يقوموش بالآلة الحاسبة، لأنه في المعداد هما داروا حتى الكهرومغناطيس ولا بالإلكتروني، لأنه لقوا بأنه نشاط في المخ في الجانب الأيمن لما الطفل يقوم بالعملية بالمعداد.
هذه من الأشياء اللي يلقاوها عند الأطفال لما يقوم بالحساب المعداد في المجال الحياة. أنا أقول لك في مجال الحياة أنه تنمي له الجانب الإبداعي. ملاحظة نقدر نقول حتى الأولياء بأنه ليس كل الأطفال لديهم جانب إبداعي في عملية التخيل. إحنا كان أطفال جربنا أن نحكينا لهم قصص لما طلبنا منهم أنه يتخيلون القصص اللي حكاها. قال مثال الجدة والابن وش كانت لابسة، والله تلقى الطفل ما يعرفش الألوان، تلقاه يقول هلك بالأبيض والأسود. وإحنا هذه إشكال ممكن صادفناها بالنسبة للتخيل تاع الطفل، ما همش كامل نسبة الخيال بنفس القدر. يعني السن يبدأ من سن الخامسة هكذا، من سن الخامسة إلى سن 13. يعني لجانب الحسابات هل هناك نشاطات إضافية؟ أكيد يوجد نشاطات إضافية. مريم تخدم سبيد ستاكس، عندها طريقة سبيد ستاكس هي تعرف تخدمها تاني، هذه لأنه هي في أكاديمية سطيف وهم متخصصين. ورينا مريم، ورينا كيفاش تقومي بهذه العملية. ورينا مريم. يعني مريم هي ربما أصغر ضيفة عندي هنا في الأستوديو، راهي تبان حشمانة شوية. نعطي لها عملية حسابية، المخرج يقول يعطي لها عملية حسابية أخرى. ما هو أساس سبيد ستاكس؟ هذه طريقة ثانية عندها إيجابيات بالنسبة للأطفال، تزيد لهم قوة التركيز، تزيد لهم قوة التركيز. فيما يخص المعدة الثانية عالج نقطة قوة التركيز. يعني سبيد ستاكس دور كنشرح لك كيفاش. إحنا بالنسبة للأولاد اللي لقينا عندهم إشكال، إحنا الضعف تاع الأولاد في ثلاث مجالات. كاين اللي عندهم، هل ممكن أنك تشرح لنا الطريقات؟ المعداد ولا سبيد ستاكس؟ لا هذا سبيد ستاكس. دورك هي تشرح لنا بعد ما تقوم ميمي تخدم، نعاودوا نشرحوا إن شاء الله. سبيد ستاكس هو لانه توجد طريقه هناك، واش يدير هنا؟ راح يتحط في الاكواب بطرق منظمه، ومن بعدها تقوم بعمليه الجمع نتاعهم، تحطهم فوق بعضهم وترجعهم بسرعه، لانه فيها بطولات عالميه. واسرع طفل ولا اسرع طفل من حيث التوقيت، من حيث التركيز، انه يحطها بالطريقه الصحيحه ويرجعها بنفس الطريقه هو اللي يعتبر فائز. لذلك ميمي راهي متخصصه في سبيد ستاكس، باعتبار انه ولايه سطيف راهم متخصصين في ذلك. اكاديميه روضه العباقره بولايه سطيف. جاهزة ميمي؟ ثانية و192 جزء بالمئة، يعني عترضتهم للمرحلة الأولى. للمرحلة الأولى وحسبت التوقيت 33 ثانية و192 ما شاء الله. ما شاء الله على مريم. مريم زيدو نجزو عملية واحدة أخرى، ديري عملية حسابية. عملية حسابية واحدة أخرى. أي خلاص عملية حسابية. تبعيني مريم. 24 ناقص 3 11 32. ما شاء الله ما شاء الله، العملية الحسابية راهي عندنا. شكرا لك مريم ما شاء الله. ربما كسؤال أخير سيد عبد العزيز، الوقت ليس في صالحنا اليوم. سيد عبد العزيز، هل هناك برنامج في الأفق؟ إن شاء الله تطوير المدارس، ربما حتكون فروع متعددة هنا بالجزائر العاصمة. أكيد في الجزائر العاصمة عندنا المركز نتاعنا هو في تي اف سي، كاين مدرسة أرشيماد هي ممثل ممكن في إدراريا، كاين كذلك في بوزريعة قريبا ورانا ننتشرون في العاصمة. الولايات اللي راح تدخل قريبا هي تمرست، كاين تمرست أم البواقي من المفروض أنهم رايحين يدخلوا قريبا في برنامج أكاديمية العباقرة. هذا فيما يخص هي الشيء القريب جدا، هي بطولة الجزائر للأطفال، وممكن أنه نتوجه حتى لوزارة التربية والتعليم بأنه الطريق هذه راهي رائعة، والأولاد أنه إحنا اللي في سنها المعرفة تاعهم، الأولاد ممكن اللي في سنها ممكن ما يعرفوش عملية الحسابية بدون آلة حاسبة، هي تنشط في مخها بشكل أكبر. هذا ثاني نقطة رائعة جدا. بطولة الجزائر إحنا إن شاء الله رايحين نطمحوا أنه تكون كاينة بطولة الجزائر للحساب الذهني في الجزائر، هذه كنقطة ثانية. الحاجة الثالثة هو ممكن الأيامات القادمة إن شاء الله عندنا برنامج موجه للآباء في مجال تربية الأطفال، في مجال العلاج نقاط الضعف تاع حتى العلاج النفسي، التفكير تاعهم يتبدل إن شاء الله. هذه إن شاء الله برنامج سيبدأ يعني تسجيل حلقاته راح يظهر إن شاء الله قريبا وإن شاء الله. وبخصوص التسجيلات، يعني المبلغ، ربما هناك مبلغ من أجل الدراسة في هذه المراكز؟ في المراكز، مراكز التدريب، مراكز التدريب
مراكز التدريب هي على حسب، على حسب إذا كان هي الأطفال ولا الكبار. إذا كان الكبار على حسب دور الدورة، وعلى حسب حاجة الإنسان، على حسب الدورة لأنه أهميتها كاين دورات، وعلى حسب انتشارها لأنه كاين برامج ممكن قليلة جدا. في يعني تراوح المبلغ كم؟ ممكن من 3000 دينار إلى حتى 3 ملايين و 15 مليون بشكل عادي، يعني على حسب البرامج، على حسب تكلفة المدرب المستقطب. بالنسبة نعم شكرا لك سيدة. بالنسبة للأطفال لا، بالنسبة للأطفال هي مبالغ رمزية، ممكن 2000 دينار 2500 على حسب، يعني ربما هي مبالغ في متناول الجميع. في متناول الجميع، في متناول. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز العرجاني. شكرا لمريم، ما حبش تهضر معنا اليوم مريم، اكتفت أنها تقوم بالعمليات فقط. شكرا لك مريم، شكرا للسيد عبد العزيز العرجاني، ونتمنى ان تفتح مدارس مثل هذه، يعني مدارس ربما حتى في المدارس، يعني مدارس الدولة، يكون هناك أقسام خاصة لهذه التدريبات. والله نتمنى، لأنه احنا عدنا نقطة قوة، لأنه احنا عدنا شروط في تقديم المنهاج، وشروط في تقديم المنهاج هي تدريب متخصص بالنسبة للمقدم، المقدم المنهاج في العدد في الأفواج، هذا كشرط ثاني. ومن بعدها احنا هذه من بعدها تكون النتائج، البرنامج تاع كل عمر على حسب كل عمر، عنها نتوصل النتائج هذه بشكل دقيق إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لكما.